هذه مواقع مراكز الدفع على طريق السيارة. وإن قررت وزارة الأشغال العمومية والنقل إنشاء 55 محطة دفع لمستحقات استغلال طريق السيارة شرق غرب تمتد من عين العسل بولاية طارف باعتبارها المنطقة الحدودية مع تونس الجارة إلى مغنية بتلمسان في الحدود مع دولة المغرب. الجفنتكات قالت الأمطار تتسبب في غلق عدة طرق ومسالك بمدينة تلمسان، وإن تسببت الأمطار التي تساقطت أمس على مدينة تلمسان في غلق عدة طرق ومسالك وشل حركة المرور بالولاية، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل فتح المسالك المغلقة وإعادة حركة السير أمام السيارات، كما قامت ذات المصالح في إخراج سيارات غرقت في نفق المدينة الذي غمرته مياه الأمطار. سبق فراس قالت صالون الجزائر الدولي للسياحة بنكهة تونسية. وانطلق اليوم صالون الدولي للسياحة سيتاف في طبعته 19 ليفتح الباب على مصراعيه للوكالات السياحية التونسية المتنافسة على السواح الجزائريين الذين يمثلون النسبة الأكبر من مداخل القطاع السياحي في بلادهم، وذلك بالنظر إلى الإقبال الكبير للجزائريين على قضاء العطل واغتنام العروض المقترحة من قبل الوكالات السياحية للجارة الشرقية الجزائر. شياب براس قالت العمامرة من بين المرشحين لخلافة ديمسطورة. ويبدو أن اسم رمطان العمامرة وزير الخارجية الجزائري السابق أصبح من بين الأسماء المرشحة لخلافة ديمسطورة كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى سوريا وفقا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط. إلى عنوان آخر دائما في المواقع الإلكترونية، الجزائر الآن قالت أو عادت إلى أزمة الأفلان وكذلك أزمة المجلس الشعبي الوطني. ولد عباس ينفي للجزائر الآن إشاعات اشتراط المستوى الجامعي للترشح للسيناء. ونكد العميل العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس في تصريح حصري أن كل منتخبي الأفلان لهم الحق في الترشح دون إقصاء أو تهميش أو تمييز. وتأتي تصريحات ولد عباس بعد الترويج لأخباري مفادها أن كل منتخب لا يملك المستوى الجامعي لا يحق له الترشح للسنة. الأنيوز قالت كعوان يجب تصدي لأشباه الصحفيين على الفيسبوك. وشدد وزير الاتصال جمال كعوان على ضرورة التصدي لمن اسمهم بأشباه الصحفيين الذين أصبح شغلهم شاغل السب والشتم. كعوان في تصريح قال أن هؤلاء الصحفيين جعلوا من مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفيسبوك مصدرا لنقل الأكاذيب. صباح الخير يا حكومة، حتى الآن باش فطنتوا على هذه الأزمة. معلش